حضورنا الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة التي نقيمها تحت عنوان واسم فخم جدا 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 في عالم الثقافة وفي عالم الموسيقى في قطر تحديدا. هذا الاسم لا يزال خالدا في أذهان الجميع وفي ذاكرة الجميع. هذا الاسم هو عبد العزيز ناصر. ربما رحل عنا عبد العزيز ناصر رحمه الله تعالى، ولكن ذكره وأثره خالدا في أذهاننا جميعا وفي ذاكرتنا جميعا وفي حناجر المطربين جميعا وفي أسماعنا جميعا. عبد العزيز ناصر رحل جسدا وبقي ذكرى خالدة في تراب قطر وفي كل حواري وفرجان وشوارع قطر عامة. عبد العزيز ناصر من محبة الناس له ومن أثره الكبير أطلقت حكومة قطر اسم عبد العزيز ناصر على واحد من المسارح المغلقة، وهو أكبر مسرح مغلق في قطر اللي هو في سوق واقف، كان مسرح الريان الآن مسرح عبد العزيز ناصر، ليخلد ذكرى عبد العزيز ناصر في نفوسنا جميعا. عبد العزيز ناصر يمكن يحتاج منا إلى ندوات كثيرة جدا للحديث عن إسهاماته وأثره وأعماله الكبيرة والكثيرة. عبد العزيز ناصر وقف مع كل المطربين القطريين. عبد العزيز ناصر مؤسس الأغنية القطرية. عبد العزيز ناصر رجل قومي. عبد العزيز ناصر يعشق الوطن، يعشق الوطن العربي ككل من محيطه إلى خليجه. عبد العزيز ناصر يتبنى أيضا كذلك القضايا القضايا السياسية وقضية فلسطين على رأسها، فهو من قدم واحدة من أعظم الأعمال، أحبك يا قدس لا تسأليني. فلذلك اليوم حديثنا إن شاء الله راح يكون عن عبد العزيز ناصر، وأفضل من يتحدث عن عبد العزيز ناصر هو الباحث والإعلامي إبراهيم المطوع اللي راح يحدثنا أيضا عن جوانب عديدة من حياة عبد العزيز ناصر وإسهاماته وبشكل مقتضب. أما مثل ما ذكرت إحنا نحتاج إلى ندوات كثيرة. أيضا الفنانة الجميلة وصاحبة الصوت العذب الفنانة يسرى محمد راح تغني لنا أيضا مجموعة من الأعمال التي قدمها عبد العزيز ناصر. خلونا نرحب ضيوف هذه الندوة الأستاذ إبراهيم المطوع، حياك الله، سعيدين بوجودك معنا. هذا المكروفون لك، شغال المكروفون ما شاء الله عليك أخوي عادل، تكفيت ووفيت، خدت مقدمة طويلة عن عبد العزيز. لكن عندما نتحدث عن عبد العزيز ناصر كباحث صراحة تقف يعني مشدوه، وما تعرف يعني من وين تبدأ فيه. شخص امتدت حياته الفنية لمدة 50 عام تقريبا، ولا يوجد تقريبا باب من أبواب الموسيقى إلا وتطرق لها عبد العزيز ناصر. ف يعني ما أدري، هل تحب نبدأ من بداية حياته كيف بدأ، ولا والله إحنا بس أساس اللي تقول إحنا ودنا نتعرف على تاريخ عبد العزيز ناصر. أنا ذكرت لهم الآن يعني الحديث عن عبد العزيز ناصر هو حديث طويل جدا، لأن أنت تتكلم عن واحد من رموز الأغنية، واحد له تاريخ، هو تاريخ الأغنية القطرية قد نختزل في عبد العزيز ناصر. إذا تحدثنا عن الأغنية القطرية وذكرنا عبد العزيز ناصر فأعتقد أنه هو تعريف كامل ومتكامل للأغنية القطرية عندما تذكر هذا الاسم، ولكن لا مانع نحن نتعرف أيضا كذلك حتى عن بدايات يعني عبد العزيز ناصر ناصر يعتبر الشرارة الأولى اللي انطلقت له في جانب المسرح والموسيقى من خلال فرقة الأضواء عام 1966، وأول لحن لعبد العزيز كان له عن فلسطين، كان بعنوان أيها المحتل أرضي للشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد. وكان المفروض أنه يطلع هذا اللحن أيضا بصوته، لكن قدر الله أن لظروف هزيمة 67 يطلع عبد العزيز من خلال ويعرفه الجمهور من خلال التراث القطري، من خلال الجرينجاو والعيدو والتراث القطري اللي طلع فيه. وثم انطلق في من خلال فرقة الأضواء في عالم التلحين، ولحن لأساطين الطرب القطري مثل فرج عبد الكريم وعلي عبد الستار ومجموعة صقر صالح ومجموعة من المطربين اللي كانوا في ذيك الفترة، إلى أن انتقل عبد العزيز إلى الدراسة في مصر سنة 71، وهناك أيضا فتح له المجال أنه يختلط مع كبار الموسيقيين العرب، ومن خلال هناك أيضا
يقدم أعمال جديدة في لونها وفي مفاهيمها، كون أنه هو ربط الهواية اللي كانت موجودة عند الموسيقى ربطها بالدراسة في مصر، فأصبح شكل الأغنية عنده مختلف ومتطور أكثر من خلال الجمع بين الهواية والدراسة. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. عادة حضورنا الكريم، من يعمل في مجال الإعلام يعرف جيدا عندما تتحدث مع في شخصيات معينة للإعلامي يحلم أنه يعمل معها لقاء أو حوار، لأن هذا راح يحسب له في سيرته الإعلامية. فلذلك عبد العزيز ناصر، منذ دخولي المجال الإعلامي كنت أطمح بكل أمانة أن أجري حوار مع عبد العزيز ناصر. أنا أعشق محاورة المفكرين المبدعين في 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 كثير من المجالات، وعبد العزيز ناصر كان واحد من الأهداف اللي كنت أسعى لها ليضاف إلى مسيرتي الإعلامية، ولكن شاءت الأقدار أن لا يحدث ذلك. وكان حتى في عبد العزيز ناصر أيضا كذلك، يعني ما كان يحب الظهور الإعلامي، يعني كان يعشق فقط فنه وعمله يعني، وفي سنواته الأخيرة لم يكن يحبب الظهور الإعلامي. العموم، واحدة أيضا كذلك من الأصوات الجميلة اللي تشعر بأن روح عبد العزيز ناصر موجودة عندما تسمع صوتها، فنانة يسرى محمد. مساء الخير أستاذة يسرى. مساء النور أستاذة يسرى. أنت اليوم راح تبدعين وتتميزين أيضا كذلك بأن تغني للراحل عبد العزيز ناصر من أعماله الخالدة، واحدة من أهم الأعمال اللي ما زالت تذكر على لسان أهل قطر جميعا في كل مناسبة. أول ما يصير إنجاز على طول نقول الله يا عمري قطر. صح صح. فهذه الجملة أصبحت جزء لا يتجزأ من يعني من فخرنا واعتزازنا بكل المنجزات. فما بالك الآن وإحنا نعيش أجواء كأس العالم ونحقق هذا الحلم الكبير الذي طالما انتظاره سنوات طويلة جدا، إلا أن قطر استطاعت في 2010 أن تفوز بهذا الاستحقاق، ونحن في 2022 نعيش هذا الحلم على أرض الواقع ونجتمع مع كل العالم في قطر. فغني لنا الله يا عمري قطر. الله يا عيني قطر من عيوني أكيد. Thank you.
طول المدى الله يا عمري قدر انت في قلبي حبيبة وانت من روحي قريبة انت في قلبي حبيبة وانت من روحي قريبة وردة ونسمة تتعذر وردة ونسمة تتعذر الله يا عمري قدر 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 وردة ونسمة تتعذر وردة ونسمة تتعذر الله يا عمري قدر الله يا عمري قدر الله يا عمري قدر. شكرا 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 للسادة يسرى يعطيك العافية أبدعتي أحسنتي. يعني من يلاحظ على فكرة في الأغنية القطرية خليني أكون صريح معكم يمكن في السنوات الأخيرة الأغنية القطرية بكل أمانة سيطرت على منطقة الخليج ككل يعني أصبحت الأغنية القطرية لها مراحل معينة كانت الأغنية الوطنية عفوا الأغاني الوطنية تختلف يعني كانت في إلى تقريبا 91 كانت على نمط معين تسير إلى نمط معين بعد 91 اللي هي بعد أزمة الخليج أو بعد حرب الخليج عفوا تغيرت الأغنية من صناعة إلى صناعة أخرى عندما دخلت أغنية هلي برد. هلي برد كانت هي المفصل في تحويل بوصلة الأغنية الوطنية القطرية إلى اتجاه آخر. فكانت هلي برد اللي كتبها فالح العجان الهاجري لنوجه له تحية شاعر الوطن أثرت يعني اختلفت الأغنية الوطنية. الآن الأغنية الوطنية في هذا العصر يمكن كانت فترة من الفترات الأغنية السعودية مسيطرة نوعا ما أو الكويتية لكن الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة الأغنية الوطنية القطرية هي مكتسح الخليج كله وأعتقد يعني حتى شميلة يعني الكل يعرف شميلة من أقصى الأرض إلى أقصاها كلنا يغنيها مثلا لكن تظل أغنية الله يا عمري قطر ساكنة في وجدان أهل قطر جميعا فيها سر فيها سحر يمكن أستاذ إبراهيم هو اللي راح يعرفنا على السحر هذا البسيط رغم البساطة في 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 هذا في هذه الكلمة. والله وش السر؟ وش ليش الناس تعشق الله يا عمري قطر؟ أتصور هذه عبقرية عبد العزيز ناصر كيف استطاع إنه هو يحول الأغنية في قطر من أغنية ذات رتم وإيقاع نمطي إلى إنه هو يدخل الأغنية المكبلها اللي تدخل فيها أكثر من كوبليه. وبعدين يستخدم إيقاع غير معهود عندنا في قطر وهو إيقاع المقسوم وهو إيقاع فرح بحيث أنه أعطى الأغنية طابع الفرح وأعطاها نوع من النفس اللي يستطيع من خلال حتى الكلمات السهلة والبسيطة هذه أن توصل إلى سمع وكل قلب عربي يسمعها ليس القطري فقط بل حتى المستمع العربي تكون سهلة وقريبة إلى قلبه ولذلك تسمع الكل اللي يجي قطر يردد هالأغنية الله يا عمري قطر فهذه من عبقرية عبد العزيز إنه هو يقدم أغنية بهذه الرشاقة وبهذا الأسلوب وبهذه الجرأة إنك أنت تتمرد على نمط معين للأغنية في قطر يتمرد عليه عبد العزيز ويقدم أغنية بهذه القوة وهي طبعاً لاقت انتشار يعني منقطع النظير. نعم. هل كان لدراسة عبد العزيز ناصر في 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 مصر واختلاطه أيضاً كذلك مع كثير من الملحنين دور في 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 محبته لهذا النوع خاصة النوع المكبلة؟ أكيد يعني عبد العزيز هو يعني عنوان الأغنية القطرية وعميد الأغنية القطرية وهو الذي جدد الأغنية القطرية ووضع أسس جديدة للأغنية القطرية من حيث المفردة الكلمة وحتى اللحن اللحن هو عبد العزيز يعني قلت لك الأغنية كانت تقدم بشكل يعني احنا نستطيع نقول الأغنية القطرية ما قبل عبد العزيز ناصر والأغنية أثناء وجود عبد العزيز ناصر
طبعا عبد العزيز استفاد من دراسته في مصر ودخوله معهد الموسيقى العربية واختلاطه بأساطين الموسيقى في العالم العربي وفي مصر بالذات. فطبعا هذا خلاه يقدم الأغنية برؤية وروح جديدة. ولذلك احنا ليست فقط أغنية الله يا عمري قطر، انت لو شفت الأغنيات الأخرى اللي قدمها أيضا في قطر، يا قطر يا قدر مكتوب، وكل الأغاني تلاقيها هي بنفس النمط، حافظت على روح الأصالة والتراث القطري، ولكن أخرجها بثوب عصري وجديد بحيث أنها تصل لكل مستمع سواء في قطر أو خارج قطر. يعني حتى أغنية الله يا عمري قطر، يعني لما حاولوا في عندنا هنا في قطر أنتجت الكثير بكثير من الأعمال، ولكن تم إعادة تجديد هذه الأغنية بروح جميلة، واستمرت هذه الأغنية مثل ما ذكرت أنا عالقة في أذهاننا جميعا ولا تزال عايشة معنا. حتى أخوي عادل بس أنا أضيف لك شيء هنا، يعني حتى في الإيقاعات المستخدمة، يعني هنا استخدم مثلا إيقاع المقسوم، في أغنيات أخرى استنبطها أيثن عبد العزيز، يعني أخذ إيقاعاتها من التراث، يعني استخدم فن الصوت، تخيل، في تقديم أغنية وطنية. و لا يحضرني الآن اسم الأغنية، إنما يعني استخدم فن الصوت واستخدم النهمة واستخدم العرضة، يعني كل مفردات التراث والإيقاعات خلينا نقول المستخدمة عندنا في التراث استخدمها في الأغنية الوطنية. فإيه يعطيك العافية. لما تكلمت قبل شوي عن يمكن القومية العربية اللي موجودة عند عبد العزيز ناصر، أعتقد أن إحنا نعيش القومية العربية الآن وبشكلها الصحيح وربما بصورتها الأصح. كأس العالم الآن يمكن كثير من المنتخبات العربية اللي كانت مؤهلة خرجت منها ثلاثة، بقي المنتخب المغربي. فتلاحظ الآن لما تجمعات الناس في كل مكان، سواء كان في سوق واقف ولا في درب الساعي ولا في كتارة ولا في اللولا ودرب لوسيل وكل الأماكن، أماكن التجمعات والتجمهر للناس، كل الأعلام العربية موجودة، لكن أهم علم موجود دائما فيها هو علم فلسطين. الناس كلها يعني حتى القضية الفلسطينية كانت بارزة، رغم أن احنا أنا شخصيا يمكن أنا واحد من الناس، خليني أنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن غيري، ولكن أنا من الناس اللي أنا ضد دائما إقحام المواضيع السياسية في 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 ملاعب كرة القدم وفيما يخص كرة القدم. كرة القدم هي كرة قدم، يعني المستطيل الأخضر هو فقط لكرة القدم، ولذلك كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يكون في كرة القدم. فكأس العالم اسمه كأس العالم لكرة القدم وليس لغيرها. لكن يمكن من القومية العربية ومحبتهم وخاصة استفزاز أيضا كذلك الآخر للجمهور العربي بقضايا لا تمت للإنسانية ولا للعقل ولا لأي شيء بأي صلة، ولا لله إلى الأخلاق ولا للدين ولا حتى للإنسانية بشكل عام. فلذلك برزت القضية الفلسطينية، فارتفع علم فلسطين، ارتفعت أيضا كذلك الشارات اللي يلبسونها على كتفهم كثير من القضايا. فهذه الروح الآن هي تجدد أيضاً أو تجسد الروح اللي كان يعيشها عبد العزيز ناصر في القومية العربية. فعندما عمل عمل عربي اسمه أحبك يا قدس لا تسأليني لماذا وكيف وماذا أحب، فراح نسمعها بصوت يسرع على فكرة أنا اتفقت معها قبل شوي، قالت لي أنا صراحة لا تخلوني أسولف كثير، خلوني أغني، أنا جاي أغني. أنا جاي أغني. وهي جاية تغني، فلذلك خلوها تغني، وإحنا وكذلك إحنا ودنا نحن نسمع الأغنية. الناس بدها تسمع غنى. سمعيهم وأحبك يا قدس لا تسأليني. مبسوطين بالغنى ولا شو؟ مبسوطين. يلا نسمع. Thank you.
أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحبك. أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحبك. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. أنا عاشق مدنف مستهاب، أنا تائق ومشوق وصف. أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحبك. أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحبك. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. أنا عاشق مدنف مستهاب، أنا تائق ومشوق وصف. يا قدس يا دارة الخالدين، ويا وطنا يفتدى ويحب. يا يفتدى ويحب. تعلمت منك عراق الزمان، وكيف أصد وكيف أهب. تعلمت منك عراق الزمان، وكيف أصد وكيف أهب. تعلمت كيف يكون الغرام نقي، وكيف يكون المحب. أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحب. أحبك يا قدس، لا تسألين لماذا وكيف وماذا أحب. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. فإني حملتك جرحا سخينا في أعماق قلبي ونارا تشب. أنا عاشق مدنف مستهاب، أنا تائق ومشوق وصف. يا قدس يا دارة الخالدين، ويا وطنا نعم يفتدى ويحب. جميل، أداء رائع. جميل.
على فكرة من المفارقات العجيبة أني أنا اليوم قاعد أسمع الحين أحبك يا قدس لا تسأليني، أنا بعد شوي راح بروح كتارة بيكون معي خالد الملا بيقول لي يا لابس الثوب المنقط واسمك يا حلو ما في نقطة، فهذه شوي يعني أعتقد أننا نحتاج فرمات بعدها. أغنية طبعا خالدة في أذهاننا جميعا أحبك يا قدس لا تسأليني، ومن الأغاني اللي مثل ما ذكرت يمكن الأغاني اللي خذت انتشار عربي واسع جدا، صح أستاذ إبراهيم؟ أكيد بالضبط أخوي عادل، يعني تستوقف مع هالأغنية شوف مدى إحساس الملحن بالكلمة. فعبد العزيز كان هو أصلا كاتب، فشعوره بالمفردة الشعرية واضح مدى تأثيرها عليه، وأيضا مدى الصدق اللي موجود عند عبد العزيز أن يخرج مثل هذا اللحن المعبر الذي يصل إلى قلب كل مستمع عربي حامل هم الأمة العربية. فرحمة الله علي عبد العزيز، الله يرحمه. عبد العزيز ناصر أيضا كذلك أثر وأثرى التراث القطري، قدم أعتقد مجموعة كبيرة من الأعمال في هذا الجانب، صحيح؟ أكيد عبد العزيز هو قدر الله أن ينطلق مثل ما قلت لك، هو كان راح يطلع سبحان الله، إحنا نأتي على قضية فلسطين وأحبك يا قدس، مثل ما قلت لك هو أول لحن لعبد العزيز كان المفروض أنه يذاع له في تقريبا 67، كان عن فلسطين ولها لهارون هاشم رشيد أيضا، وكان أيها المحتل أرضي، وكان مسجل أيضا بصوته، وكان المفروض أنه يذاع، لكن سبحان الله لظروف هزيمة 67 ما أذيع، وقدر الله أن يخرج عبد العزيز بالتراث اللي هو عمل على تطويره، طبعا على تلحين وتطوير التراث القطري، فقدم مجموعة متتالية من القرنقعو والعايدو وحناشعي ومجموعة من الأعمال التراثية، أم الحنايا وأم الحنايا. هو عبد العزيز رحمة الله عليه كان يعني يعرف عنه أنه إنسان مثابر ومجتهد وجاد، يعني عندما أراد أن مثلا أغنية القرنقعو مثلا لها قصة شلون هو أخذها وشلون عمل على تطويرها، فتنقل أكثر من مكان عبد العزيز، هو لأكثر من جهة، يعني راح خلينا نقول شرق الدوحة وغرب الدوحة وجنوب الدوحة، عشان الأساس أنه هو يأخذ الكلمات أو المفردات المتشابهة الأغنية، عشان كل جهة كانت تؤديها بشكل معين. فعبد العزيز هو اللي أخرج القرنقعو اللي احنا نسمعه حاليا بهذه الصورة. نعم، وأم الحنايا واحدة من الأعمال اللي قدمها عبد العزيز ناصر، وهي متعلقة يمكن في جوانب التراث، احنا راح نسمعها مسجلة عندنا، الأخوان راح يسمعونا أغنية أم الحنايا إذا تكرمتوا الكنترول. أم الحنايا
تحية. لا أنا ما أعرف، لا أنا والله ودي أسمع منكم تحية أقوى. على فكرة جايتكم المربعانية بعد صخنوا من الحين قبلها، قبل المربعانية. لا الحين ما في ولا واحد قدرنا يشتي، إحنا ناطرين واحد بس في قطر يلبس شال كلنا وراه. هلا الحين جهزوا أعماركم، بس جهزوا أعماركم. المربعانية جاي يقولون السنة دي أشد من غيرها. على العموم هذه الأغنية أم الحنايا هي واحدة من أعمال عبد العزيز ناصر. عبد العزيز ناصر لما أنا ما أعرف يعني الإخوان القائمين على مركز شؤون الموسيقى كاتبين عميد الأغنية القطرية. عبد العزيز ناصر أنا أعتقد أنه هو كل الأغنية القطرية، مع تقدير الشديد لكل الملحنين. يعني نعم الملحنين القطريين ساهموا مساهمة كبيرة، ولكن عندما تتكلم عن عبد العزيز ناصر في جوانب التراث، في جوانب الوطن، وفي الجانب العاطفي، فإحنا نلاقي أن عبد العزيز ناصر متكامل في كل شيء. فجميل أنه يكون عندنا أيضا كذلك أسماء خالدة في مصر، رغم أن الآن مثلا في جمهورية مصر العربية تعدون 100 مليون. أنا أمس كان عندي ضيف في كتارة الفنان إيهاب توفيق. أنا توقعت أن إيهاب توفيق يعني خلاص تقريبا يعني انركن، بس في كانت الحلقة لما استضفنا إيهاب توفيق أمس بكل أمان أنا ذهلت من الجماهير اللي موجودة من كل أقطار الوطن العربي، حضروا بس يشاهدون الفنان إيهاب توفيق في عندنا في الاستديو في كتارة في موجود هناك. لذلك في مصر عندهم أسماء معينة في رموز، فلما تكلم عن عبد الحليم حافظ هو رمز، لما تكلم عن أم كلثوم هي رمز بالنسبة لهم. إحنا عندنا أيضا كذلك أسماء كثيرة هي رمز، ولكن أيضا عبد العزيز ناصر هو قد يكون هو أعلى هذه الرموز في مجال الموسيقى. هو هذا فقط يمكن اللي أنا كنت أتمناه، يعني أن عبد العزيز ناصر هو كل الأغنية فقط. أستاذي إحنا عبد العزيز ناصر طبعا له في إحنا أنا ذكرت قبل شوي الجانب الوطني، الجانب التراثي والجانب العاطفي، كثير من الأعمال أيضا كذلك. إحنا نتكلم بعد في الجانب التراثي أخ عادل، يعني شوف عبد العزيز ناصر كيف طور التراث. هو لم يقف عند التراث في التراث في حد ذاته اللي طوره فقط. عبد العزيز استخدم التراث القطري أو الخليجي، ومن خلاله أيضا أراد أن يوصله إلى أعلى مستوى وإلى أكبر رقعة جغرافية. يعني مثلا تخيل إحنا الآن قدمت الأستاذة يسرى أغنية أحبك يا قدس، في أيضا رائعة لا تقل عنها اللي هي آه يا بيروت. آه يا بيروت أنت لو تستمع المقدمة الأغنية، عبد العزيز ناصر استخدم إيقاع الفجري، وإيقاع الفجري هذا إيقاع يعني خليجي بحت، واستطاع أنه يقدمه للمستمع العربي من غير ما يشعر بهذا الإيقاع. يعني تسمعه وكأنه يسمع أي إيقاع عربي من وزن الفجري. فهو أيضا هذا يحسب لعبد العزيز أنه هو لم يتنكر ولم يتخلى عن التراث القطري، وأن يقدمه في أجمل وأكبر صورة مستطاعة. نعم. دائما يقولون عطى الخباز خبزة. الأستاذة يسرى مثل ما ذكرتكم قبل شوي قالت لي أنا لا أنا أبغي أغني فقط يعني. فلذلك الفنان يجب أن يغني، الشاعر يجب أن يكتب، الملحن يجب أن يوزع ويكتب الموسيقى، المقدم يجب أن يسولف. يعني نفسي أنا وإبراهيم إحنا بس نسولف. فأول شيء تحية الفرقة الموسيقية تخت شرقي جميل، والله يستاهلون ساتذتنا الكرام اللي منورينا في هذه الأمسية. والهان ومسير أغنية تغنى فيها كثير من الفنانين من مشرق الأرض إلى مغربها، ولكنها في الأصل لعبد العزيز ناصر، موسيقى عبد العزيز ناصر وبصوت فرج عبد الكريم، ولكن اليوم راح نسمعها بصوت يسرى محمد. والهان ومسير. الله الله محبوبي يا صغير
يلا يلا وين التصفيق؟ هلا هلا أحب ناس غيره يحبني لكن هلا يخاف لا يدرو فضحتني يا هوى تاليك شفت الرام فحت الدراب قصتي والحق كل واحدة نسمعكم تغني معايا والهان مرة ثانية واقف الله عليك أسأل عن اللي سأل محبوبي يا صغير يوم مرة وعلي مرة وعلي سنتين لو أقدر ما قدر يا ونيتي عن شوفتك أصبر يومي مرة وعلي مرة وعلي سنتين لو أقدر ما قدر يا ونيتي عن شوفتك أصبر يلا وين الصفقة وين الصفقة فوق يلا خليتني يا هوى أوقف على قلبي بقى من حرتين في الحشا من كثرة الأشجع خليتني يا هوى أوقف على قلبي بقى من حرتين في الحشن من كثرتين الأشجار فضحتني يا هوى تاليك شفت الراس بحد الدراب علتي والحيل كل الله شفت الراب علتي والحي كل الناس واقف والهان ومسيح محبوبي يا صغير واقف على بابكم والهان ومسيئ أسأل عن اللي سأل محبوبي يا صغير يومي مرة وعلي مرة وعلي سنتين لو أقدر ما قدر يا منيتي عن شوفتك أصبر يومي مرة وعلي مرة وعلي سنتين لو أقدر ما قدر يا منيتي عن شوفتك أصبر واقف على بابكم والهان ومسيح أسأل عن اللي سأل محبوبي يا صغير واقف على بابكم والهان ومسيّر فاسأل عن اللي سأل محبوبي يا صغير
محبوبي يا صغير محبوبي يا صغير. شكرا. الله 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 الله. مسلمين أداء رائع. إن شاء الله 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 بتستمتعون فيها إن شاء الله إن شاء الله. والهانو مسير واحدة من الأعمال مثل ما ذكرت يمكن الأعمال العاطفية الخالدة. أنا في يوم من الأيام وأنا أقدم البرنامج استضفت واحدة من المطربات فقلت لها أنا أبغى تغني لي أغنية خليجية يعني هي عربية الفنانة ومشهورة جدا. قالت لي أنا في أغنية من التراث أنا راح أغنيها. قلت لها وش الأغنية اللي هي من التراث؟ قالت لي أغنية واقف على بابكم. قلت هذه الأغنية مش موضوع أنها من التراث، هي إن شاء الله أنها راح تكون تراث ولكن هي تراث قطري، هي فكرت أنه هو تراث عربي أو تراث خليجي. هذه الأغنية طبعا هي كلمات عيسى بن راشد الله يغفر له ومن ألحان عبد العزيز ناصر وغنها فرج عبد الكريم. فلذلك حتى وإن أصبحت هذه الأغنية من التراث أو من الإرث تظل برائحة قطرية وباسم قطر أيضا كذلك عايشة. سادي إبراهيم الجانب العاطفي احنا قبل شوي يمكن مرينا عليه مرور الكرام، ولكن الجانب العاطفي عند عبد العزيز ناصر جانب خصب جدا وقدم اعمال تعاون مع كثير من الشعراء في قطر تغنوا او يعني كثير من المطربين ايضا تغنوا بالاعمال القطريه اللي كان يتعاون فيها. عنده مجموعه هو جروب خاص فيه احمد عبد الملك دكتور مرزوق بشير اسماء كبيره يتعاون معهم. هو عبد العزيز مثل ما تفضلت استاذ عادل هو يعني ما في تقريبا باب من أبواب الفنون إلا وطرقها عبد العزيز. يعني حتى الموسيقيين يجون في قطر ويستغربون يقولون في اللونجا. اللونجا هذا نوع من أنواع الموسيقى السماعي، اللونجا الرست والسماعي النكريز، يعني حتى هذا أيضا عبد العزيز تطرق له في الموسيقى. طبعا بجانب اللون العاطفي والوطني والإنساني أيضا عن عبد العزيز والجانب القومي وكثير من الألحان اللي قدمها في هذا الجانب. الأغاني العاطفية عند عبد العزيز كثيرة، من الأعمال اللي قدمها في عندك أغنية مغربية تكلمت عنها قبل شوي، وأيضا الأغنية اللي قدمتها واقف على بابكم. واقف على بابكم طبعا هذه في الخليج الكل يعتقد أنها هي فعلا من التراث وهي من كلمات عيسى بن راشد وألحان الموسيقى عبد العزيز ناصر، بس في مفردة اللي هي دائما تغيب عن المطربين الأخت يسرى قالت والهان ومسير اسأل عن اللي سأل، هي مش أسأل عن اللي سأل، فهي لا أنت غنيتيها مثل ما قدمها فرج عبد الكريم. فرج عبد الكريم هو قال أسأل، وهي في الأساس الشاعر بغاها اسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير. واللون العاطفي عند عبد العزيز طبعا فيها يعني خلينا نقول احنا عشرات الأعمال، وهي طبعا أعمال متميزة. وأيضا عبد العزيز دخل في الأغنية القطرية العاطفية اللون المتنوع يعني، وقدمها بصورة مثل ما قلت لك يعني حديثة اهتم فيها في المفردة وفي أنها تكون الأغنية مقابلها وأنها تكون جديدة في لونها وحتى في الآلات الموسيقية اللي وظفها عبد العزيز في الأغاني أيضا كانت حديثة. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. احنا قربنا على الختام، لكن لأن احنا بدينا بالوطن والوطن لحق علينا الآن، هذا درب الساعي هو المكان الرسمي والمكان الثابت والمكان الرئيسي اللي راح نحتفل فيه إن شاء الله سنويا مع الإخوان القائمين عليه من وزارة الثقافة، إخوان أيضا كذلك مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة، السادة الأفاضل اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني. شكرا لكل هذه الجهود الجميلة وشكرا على هذا المكان الجميل الأنيق. هذا العام يصادف أن احنا نحتفل باليوم الوطني مع استضافة قطر لكأس العالم، والختام راح يكون في يومنا الوطني، فلذلك راح يكون هذا العام استثنائي بكل ما فيه، سواء كان الحدث هذا استثنائي، الاستضافة استثنائية، المكان استثنائي، التاريخ استثنائي، الأحداث استثنائية، النتائج والحصاد اللي قاعدين نحصدها أيضا كذلك من خلال كأس العالم هي استثناء بكل ما فيها. احنا راح نختم معكم أيضا كذلك بأغنية من الأغاني الاستثنائية
عبد العزيز ناصر لما لحن أسولف يا قطر عنك، الكل يسولف الآن عن قطر، من لا يتحدث الآن عن قطر، ومن لا يبحث عن قطر، ومن لا يسأل عن قطر، ومن لا يتكلم قطر. قطر في كل مكان الآن، مشارق الأرض ومغاربها الكل يتحدث عن قطر. عبد العزيز ناصر سبقنا جميعا وقال أسولف يا قطر عنك، أسولف ما أمل منك. يا سلام. هذه طبعا بتلاحظ أخوي عادل هني في الأغنية أن عبد العزيز الجانب العاطفي والوطني مرتبط عنده في العمل. يعني الآن راح تسمع أغنية وطنية ولكن يشدك اللون كأنك تسمع أغنية عاطفية مش أغنية وطنية، ولذلك صدق التعبير والإحساس عند عبد العزيز راقي جدا رحمة الله عليه. الله يغفر له. إذن حضورنا الكريم راح نختم بهذا العمل أسولف يا قطر عنك. أنا أخوكم عادل عبد الله أشكركم جزيل الشكر على حضوركم، شكرا للمنظمين أيضا لهذه الأمسية الجميلة. يسرى محمد على فكرة من مخرجات مركز شؤون الموسيقى. مركز شؤون الموسيقى هذا المركز الذي يبني القدرات الجميلة في مجال الصوت وفي مجال الموسيقى وفي مجال العزف وفي كثير من المجالات، هو بالفعل حاضنة للإبداع الجميل. نشكرهم على كل مجهوداتهم. شكرا أستاذ إبراهيم نطوع على حضورك أيضا معنا. أستاذ عادل وأنا شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة. يسرى تتكلم. لا أنت جيت عندي هلا. أنا حبيت شاكر لكم الموسيقى على رأسهم الأستاذ خالد السالم، أستاذ محمد البنا، أستاذ عبد الحميد اليوسف، وكل القائمين بمركز شؤون الموسيقى اللي أتحوا لي هذه الفرصة إني أغني أغاني يعني صراحة أنا أحبها من قلبي، وبيوم يعني مثل هيك حضور جميل مثل هيك معك أنت أخوي عادل مع الفرقة الموسيقية الجميلة أنا فرحانة اليوم. سهلون إذن متعيهم أسولف يا قطر عنك وسولفي عن قطر مثل ما سولف العالم كله عن قطر. شكرا لكم يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير إن شاء الله دائما وأبدا، وقطر بإذن الله من مكان إلى مكان ومن العلا إلى العلا. تلاقيني قطر عنك وكل حزات
تلاقيني أدافع يا قطر عنك أسولك يا قطر عنك أسولك ما أمل منك أسولك يا قطر عنك أسولك ما أمل منك وكل حزة تلاقيني أدافع يا قطر عنك وكل حزة تلاقيني أدافع يا قطر عنك وكل حزة تلاقيني أدافع أدافع يا قطر عنك. شكرا. يعطيكم العافية جميعا، شكرا على هذا الحضور المميز وعلى هذا التفاعل الأجمل، يعطيكم العافية. معلش بس بنسمعكم شغلة بسيطة، بس بكرة مباراة المنتخب المغربي، احنا كنا ناسينها، نبي نسمع شيء عن المغرب. يلا الكل نشجعوا المغرب غدوة. ايه. من اللي يشجع المغرب؟ يا رب يا رب كلنا كل المغرب. الدول العربية تفرح. احنا بكرة كلنا المغرب ان شاء الله العربي. يلا قصيد الأطلس ان شاء الله نجيبوها. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا هجرتينا وحالف لا تعوم مدام الحب بينا موثوق وانت منا بعصقتينا ما دام الحب بينا مفقود وانت منا بعصقتينا باسم محبك باسم الأعمق وبحر الاشواق كانك رجال صول فينا عيش علينا يدور الصم وتتكلم أهدافنا إن شاء الله غدوة يا رب أغانينا